برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، احتفلت جمعية الإعاقة الحركية حركية بزفاف 220 شابا وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. الحفل استهل بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر المطوع، الذي شدد على أهمية الوقوف مع ذوي القدرات الخارقة كما أطلق عليهم في كلمته. يفتقد المعاق أكثر ما يفتقد الونس، وأيضا المعين يحتاج من يدف عربيته، من يقود سيارته، من يطبخ له، من كذا. فالزواج بالنسبة له مهم جدا، وفي الدرجة الأولى مرة أخرى أقول الونس، أن الوحدة قاتلة وانشغال الناس عنه، فإنه في أمس الحاجة إلى زوجة، والزوج أيضا محتاجة إلى زوج. عقب ذلك كلمة ألقاها سفير الجمعية محمد الشريف، انطلقت بعدها رقصات من الفلكلور الشعبي المتنوع من مناطق المملكة بمشاركة العرسان الجدد. فرسان الليلة لم يخفوا سعادتهم في ليلة عمرهم، ولم ينسوا دور الجمعية البارز في إنجاح الزفاف. الله يبارك بعمرك، شعورنا لا يوصف، شعور عريس الحمد لله. شكرك يا جمعية، ما قصروا معنا بالسكان بالدعم بكل شيء لا يوصف، أسأل الله يوفقهم ويجزاهم كل خير. أيوة الله يحفظك. وفي ختام اليوم كرم الأمير فيصل الرعاة المشاركين والداعمين للزفاف، والتقط لسموه صورة تذكارية مع المحتفى بهم الذين قابلوا الأميرة بابتسامة لسان حالها يقول: شكرا لكم، صنعتم البسمة وأدخلتم الفرح على قلوبنا. تركي حبتر، الإخبارية، الرياض.